نحن هنا في منطقة التجميع الخاصة بالمركز التي تم استهدافها فجر اليوم من قبل طيران تحالف العدوان، وتم انتشار هذه المخلفات في المناطق السكنية المجاورة والتي تظهر أمامنا في المنطقة، مما اضطرنا لسحب بعض قواتنا من الحديدة التي تعمل في الأحياء السكنية لتطهير هذه المناطق من جديد، كون التلوث وصل إلى الخط الرابط ما بين محافظة صنعاء ومحافظة الحديدة. تم استهداف هذه بحوالي 8 أو 9 غارات في وقت واحد موزعة على محيط هذا المكان. الأمم المتحدة على اطلاع وعلى دراية كاملة بهذا الموقع، وحتى الطيران بإمكانه أن يشاهد وأجهزة الرصد تشاهد هذه المخلفات أنها موضوعة ومرتبة وفي مربعات كما هو معمول به في المعايير الدولية والمعايير الوطنية لأي برنامج نزع ألغام في العالم. يتم التصرف مع المخلفات بهذه الطريقة، وما أعاقنا هو عدم سماح دول العدوان لدخول مواد الإتلاف من مادة الثرمايد وغيرها، والتي لم يتمكن المركز من تدمير هذه المخلفات، وإلا فكنا مخططين لتدميرها من العام 2016، ولكن هذه المواد التي منع العدوان دخولها حالت دون ذلك.